مريم واحدة من ذوي القدرات الخاصة، ها هي تخطو خطواتها بكل عزم وثبات نحو مركز إجراء امتحان شهادة البكالوريا بمتوسطة الأخوين بنقب الطيب ونور الدين رفقة أقرانها لاجتياز امتحان في شعبة الأدب. كنت دائما نحضر، ما عندي حتى وقت يعني لنحضر فيه، يمكن يكون صباح يمكن يكون في الليل، حتى قبل الفجر نراجع في المواد. كانوا يشجعوني العائلة تاعي، كانوا يتمنوا لي بالنجاح إن شاء الله، يقولوا لي أقراي حتى لو ما نجحتش ما تخافيش، يعني مش يعني نهاية العالم. إرادة وطموح تتحلى بهما مريم، متخطية للإعاقة وكل العوائق في سبيل الاجتهاد ونيل شهادة البكالوريا. يفترض بأنه وجودها في المركز في حد ذاته يخلي كل المترشحين في حال التحدي للبكالوريا، والغريب في الأمر هو أنه أنا دائما أتابع الحضور تاعها في المركز، حضور مبكرا أولا، ثانيا الجانب الثاني هو روح التحدي اللي عندها مع تفاعلها مع السؤال. إن شاء الله نتمنى أن يكون مثال للتلاميذ الباقي. يبقى كل صباح وكانت تحضر وتتعب وحنا سجلناها، شفناها حابة تقرأ والواسي، ورا عندها أمل إن شاء الله وتنجح وكملولها إن شاء الله في الجامعة. أنا نقول لهم اجتهدوا في الدراسة تاعكم وما تخافوش، ومن ذا يعني الباب مفتوح تبقى مريم مثال في التحدي للإعاقة ونموذج لبلوغ جني ثمار النجاح، سيما أنها تحث أقرانها على التحلي بالشجاعة والمثابرة.